وزارة الخارجية المغربية سفيرة إسبانيا لديها للاحتجاج على استقبال مدريد أمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. وطلبت وزارة الخارجية في بيان من السفير الإسباني تقديم توضيحات معربة عن أسفها لاستضافة إسبانيا زعيم الجبهة الانفصالية على حد وصفها، وقالت إن ذلك يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار. ينضم إلينا من الرباط عبد الفتاح فتاحي الباحث السياسي ورئيس مركز الصحراء للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك سيد عبد الفتاح، ما هي الملفات والقضايا التي تحكم العلاقات الإسبانية المغربية؟ طبعا بالفعل هناك علاقات جد استراتيجية بين المملكة المغربية وإسبانيا بحكم القرب الجغرافي وبحكم كذلك استثمارات اقتصادية مهمة وبحكم كذلك الارتباط المشترك من الناحية السياسية ومن الناحية التاريخية، وهذا الذي يجعل بأن إسبانيا من أهم كذلك الزبناء التجاريين للمملكة المغربية، وعلى هذا الأساس يحاول المغرب أن ينمي ويطور العلاقات مع إسبانيا بحكم هذا التقارب وبحكم عدد كبير من الملفات التي تحكم علاقة الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال تدبير الهجرة ومجال كذلك مكافحة الإرهاب والجريمة الجريمة المنظمة. ولذلك السؤال دائما يبدو مهما على مستوى يعني المنطقة، أن هذه العلاقات هي علاقات استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة للبلدين معا، ويجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل الطرفين لما يحققه من يعني نتائج براغماتية لصالح المنطقة ولصالح البلدين. إذن الأولوية تجاوز أي اقتصادية التي من شأنها أن تعكر هذه العلاقة الاستراتيجية. أولوية اقتصادية وأمنية قبل أن تكون سياسية. طبعا حتى سياسية المغرب يأمل أن يكون هناك تطور في الموقف الدبلوماسي الإسباني بحكم هي البلد الذي كان يستعمر إسبانيا، ولذلك هي تعرف حقيقة لأنها وقعت مع المغرب اتفاقية ثلاثية لحل المشكل في إسبانيا، لكن الموقف الإسباني من الناحية الدبلوماسية لا زال يشوبه الكثير من الارتباك وليست به وضوح مطلوب اليوم من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المغرب وبين إسبانيا. المغرب دائما وأبدا كان ينتظر مع إسبانيا أن تكون هناك علاقات ندية وتشاركية بدل اللعب على مواقف ازدواجية هي التي تقوم بها إسبانيا اليوم من قبيل استقبال زعيم جبهة البوليساريو بأوراق مزورة وبدون علم ولا إخبار للمملكة المغربية. سيد عبد الفتاح، لطالما العلاقات قامت بعمل لطالما العلاقات المغربية الإسبانية مرت بفترات من الأزمات، بالطبع كما ذكرت قضية الصحراء وهناك سبتة ومليلة وأيضا موضوع تقاسم الثروة السمكية، لكن إلى أي حد الوضع الحزبي داخل إسبانيا يؤثر في مسار هذه العلاقات؟ طبعا من الناحية العامة هناك تفهم لعدد من الأحزاب الكبيرة بضرورة يعني تطوير وتقوية العلاقة مع المملكة المغربية، لأن إسبانيا تستفيد من هذه العلاقة من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية السياسية وحتى من ناحية قضايا الشائكة كما قلت كالإرهاب وكذلك الجريمة العابرة للحدود وكذلك ملف الهجرة الذي يقرع الاتحاد الأوروبي. لكن هناك كذلك بعض الأحزاب أخرى اليمينية بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء بدأت تناور من أجل أن تقوم إسبانيا بمواقف أكثر راديكالية كتحفظ إسباني رسمي على الاعتراف الأمريكي، رغم على أن هذا الاعتراف هو اعتراف سيادي خاص بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم معلوم أنه كانت هناك قمة ستعقد بين البلدين لكن تم تأجيلها لوجود ازدواجية في الموقف الإسباني بين أحزاب يمينية منها ما هو مشارك داخل الحكومة وبين الحزب الاشتراكي الذي يتعامل بأكثر براغماتية مع المملكة المغربية. اليوم سيد عبد الفتاح يطالب بوضوح في المواقف من أجل أن تكون الاستفادة تعاونية. نعم،
بالنسبة لملفين مهمين، الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود، إلى أي مدى التنسيق بين البلدين وصل بالفعل إلى مستويات متقدمة في هذا المجال، خاصة وأن المغرب يلعب دورا كبيرا في محاربة الإرهاب وأيضا في الحد من الهجرة غير الشرعية؟ أعتقد أن من بين يعني علاقات التعاون القضائي والأمني الناجحة هي العلاقات المغربية والإسبانية، بحكم تبادل معلومات مهمة بخصوص يعني الجرائم وبخصوص المتهمين وتبادل كذلك المتهمين فيما بينهم وبخصوص كذلك قضايا متعلقة بالإرهاب. الدولتين النموذجيتين هم في علاقتهما بالمغرب هي إسبانيا وكذلك فرنسا الذين استفادوا من هذا التعاون القضائي. كان الأمر يحتاج إلى تعاون أفضل على هذا المستوى، لذلك السؤال اليوم مطروح اليوم هو لماذا لم تخطر إسبانيا بانتقال إبراهيم غالي المطالب قضائيا على دعاوى وشكاوى للعديد من الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعرضوا للتعذيب وللتشريد والقتل على يد هذا الرجل دون إخطار المملكة المغربية، لأنه محط مذكرة بحث يعني قضائية، ولماذا لم يتحرك القضاء من أجل ملاحقة الرجل، ولماذا يتم قبول انتقاله بطريقة تبدو بأنها غير شرعية مما يطرح قضايا فضيحة يعني أخلاقية وكذلك قانونية. لذلك المملكة المغربية وإن سمعت على اللسان الخارجية الإسبانية بأن الأمر لن يثير يعني تحفظا أمريكيا لأن الأمر مرتبط بطابع إنساني، لكن القضايا الإنسانية لا تسمح لإسبانيا القفز على الضوابط وعلى الالتزامات القانونية.